اهلا وسهلا بكم في صابر وبرا فقره حت لا يقولوا فلت. بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي لداء الكلب، سمير الطيب يشرف على تلقيح 1888 قطا وكلبا. وبهذه المناسبه لا يسعنا الا ان نتمنى الشفاء العاجل لكلاب تونس الاعزاء وكلبات تونس العزيزات، وندعو لهم بمزيد الصبر والسلوان. العيش الكلب العيشين معنا. فبحيث سمير الطيب وزير الفلاحه ابى الا ان تكون حمله التلقيح هذه تحت عنايته الموصوله، يعني سمير الطيب اللي كان يطالب بتنقيح الدستور ولا يلقح في الكلبه لتغور. هو بناتنا يا ولا حقيبه كلبه برجولي لفقوال سمير. والله ما يعني سمير خويا بصراحه لفقولك حقيبه ويعرف بها كان رب. يعني كنت في المعارضه شيخ على روحك، او كلمتين في بلاتو تلفزي، او صحيفه روز بالفاكهه في خص باردو، او تمبرتين على المرزوقي. تو اللي تو مره عامل زياره في سوق، او يشم في الغله، او مصورينه في رحبه، تو بتلقى على الكلاب الوزاره مره سمير خويا. هو سمير طيب تحسهم باش يعاقبوه على اللي عامله في المعارضه تو وزاره الفلاحه. يعني اما الكلاب قال لك الشيخ في التلقيح، اي ما بحضور الوزير البياطره كلها ولا تتعامل في الكلاب كل عباد. قلت لهم شرى بركه ما يروحش الوزير ولا يعاملوا في العباد كل كلاب. اما شيخو الكلاب الغادي شيخو منهم كلب كي جاي هو ومرته باش يلقحوا، تلفت يلقى الكلب يلقى الكلبه مرته تضحك للوزير بالسرقه، غزرها وقال هذا كفويه معاك زايد كلبه. وانا بربي وما دامنا في اليوم العالمي للتلقيح وكذا، حبيت زاد نحكي لكم على مرض عنده مده يتغلغل في الساحه، وهو مرض التكالب على السلطه. فانت كيفاش تعرفوا الشخص هذا مريض بالتكالب على السلطه ولا لا؟ المتكالب على السلطه اخوة الكرام تعرفوا من زوز اعراض. اولا المتكالب على السلطه تلقاه كي يبدا قاعد على كرسي يبدا شادد فيه بدي الزوز، حتى كرسي طام حاطه نتاع كيران ولا السلطاتون في بوسطه كافش بدي الزوز. ثانيا المصاب بداء التكالب على السلطه تراوده احيانا تشنجات واضطرابات عصبيه، خاصة كي تشد بعظمته اوكي، ولا تجيك تشد عليه فيشه يدخل بعضه. ولهنا اخوة الكرام نجيو لطرق التعامل مع المصاب بداء التكالب على السلطه، لانه التعامل معاه خاص شويه. اولا المتكالب على السلطه ما تمسوش من الكرسي، هل خاطر كي تمسوا الكرسي عض، وتجده عامه يتمتع بفك اسفل ما يفكك منه كان ربي. ثانيا المتكالب على السلطه ما تصبش عليه الماء. ثالثا المصاب يلزمه من شفته وحده، شي تتسنيه وحده، ياكل وحده، يرقد وحده، ويقعد فيها وحده، واش علاش نخلصوا منه. والاهم من كل شيء المتكالب على السلطه ما تعطيهوش السلطه، لانه كياخذ السلطه يتكلب على الشعب. بالنسبه للوقايه سادات الكرام، يؤسفنا ان نعلمكم انه ما ثم حتى تلقيح يمنع من الاصابه بداء التكالب السلطه. يعني اي واحد تشوفه لاباس ينجم يولي بين عشيه وضحاها متكالب على السلطه، لانه وقتها باستور ما قراش حسابه ليبوك. لانه وقتها ما كانوش يتكالبوا مع السلطه، ما كانش يتصور انه هذا باش يجي نهار السعيد المبروك. ولذا اخوه الكرام وجب الحيطه والانتباه، وجاي الحملات الانتخابيه وتشوفوا التكالب على قاعده. اما اشراف سمير الطيب على تلقيح 1888 كلب يعتبر انجاز بصراحه. موضوعنا انا احنا سمير الطيب قالوا تكالب على السلطه وكذا، هذا نهار التلقيح هذا قال لك كلب دخل لك كلب دار صاحبه، قالوا شفت ما كي قلت لك نمشيو نلقحوا اليوم، قلت لك اليوم خير هكا كلاب الحومه لقحها لهم نور الدين الفرملي، ونحن لقحنا وزير الفلاحه بيدو يا ابو قلب. اما ثم كلب قال لك ما حبش يلقح، قال انا ما نلقح كيف في الاسواق، قالوا له علاش؟ قال ماني كلب سوق. قال كلب اخر قال انا ما تلقحوا لي كان في الكياس، قالوا له علاش؟ قال ماني كلب شارع. هذا امراه كي رقي شويه هكا داخله وكذا، جايبه كلب عربي هكا متنكر حاش ما بيه مسكينه، دار لها سمير الطيب حرقها، قال عربي كلبك هذا يا مدام؟ هي قالت كيفاش عرفته؟ قال الكلاب الكل تبح كان هو يكح. صدره نتاع كريستال. هذا وحده كي داخله مفجوعه وكلبها مخنوق في داها، غزرها الوزير قال شبيك كلبك وجهه ازرق يا مدام؟ قالت له بلعلي بياس ابو دينار عنده نهاري مخنوق. اوه قال لها كان عندي في الوزاره شمع عبارة على هكتارات من رزق الدوله وبصر المشات. انا اقول لك هذا قال لك الوزير هو يلقح للكلاب، وجاوه جماعه من الوزاره قالوا له سيد الوزير راهو عاملين عليك عريضه باش يخرجوك من الوزاره، قال مش مشكله خليهم ينبحوا. وانا هاني صابر وبرا. شكرا للكوبرا صابر الوسليدي، وشكرا لكل